مثلا انا الكيميائي عادل صلاح الدين، مدير عام شركه مصر حلوان للغاز والنسيج، ومرشح مستقل لرئاسه الجمهوريه. انا هنا قدام السفاره الاسرائيليه وموجود مع الناس وبسجل اعتراضي الشديد على اللي حصل لجنودنا على الحدود، وشايف ان ده جس نبض للثوره، وشايف ان ده ما يسكتش عليه. وطرد السفير الاسرائيلي، انا بطالب بطرد السفير الاسرائيلي فورا من مصر. وطرد السفير الاسرائيلي لا يعني ان الهدنه ان في حرب بيننا وبين اسرائيل، ولكن بيعني ان احنا بنسجل اعتراضنا عليه، وخاصه نتنياهو، لان نتنياهو ده شخصيه دمويه. ونتنياهو اللي كان بيتمسكن قدام الكونجرس الامريكي ويقول انا دوله صغيره قد كده وانا عايز السلام وبحب السلام، ولكن العرب هم اللي مش عايزين السلام. لكن انا برد عليه وبقول له ان انت ممكن تكون دولة صغيرة قد كده، لكن انت من اقوى دول العالم، وانت لا تريد السلام. وبعد اسحاق رابين مفيش زعيم اسرائيلي رغب في السلام او احترم السلام او احترم اتفاقية السلام. احنا لغاية دلوقتي من ساعة اتفاقية كامب ديفيد حتى هذه اللحظة وايام السادات العظيم نشوف كم عسكري اسرائيلي ماتوا بواسطه العساكر المصريين، وكم عسكري مصري ماتوا على عن طريق العساكر الاسرائيليين، ونشوف مين اللي بيحب السلام ومين اللي بيكره السلام. شكرا.